كل يوم بنقدم لكم نموذج لأصدقاء الإنسان والأرض، بنوضح لكم فيه إزاي قدروا بقوة إرادتهم وعزيمتهم يتغلبوا على الأعوقة ويواجهوا كل صعب بكل شجاعة. صديقتنا الجميلة بسبب حادث تعرضت ليه فقدت أحد ثقلها، لكنها لم تفقد الإرادة ولا العزيمة، بقوة إرادتها وعزيمتها بتتحدى أعوقتها وتواجهها بكل شجاعة. إيمانها بقدراتها الخاصة وثقتها بنفسها ابتسامة جميلة كلها أمل، كل دي أسلحة استخدم صديقتنا الجميلة في مواجهة الأعوقة ومواجهة كل صعب. طرف الصناعة ساعدها كتير في تخطي هذه